الكل ان شاء الله عيدكم مبروك، الناس تسمع فينا الكل، العائله والعبيد اللي يعرفونا الكل ان شاء الله عائلتكم الكل عيدها مبروك، وربي يحيينا ويحييكم لامثاله. ان شاء الله عيد مبارك على كافة الأمة الإسلامية. بعد شوية باش نرجع نحكي معاك على أجواء العيد والحوسة صحن المشوي والحوسة بتاع العيد. هربت هربت بعد شوية نحكي معاك صريح في هذا في هذا. لكن قبل هذا الناس كل يتسألوا على رفع الفضلات كيفاش باش يكون خلال يوم عيد الأضحى المبارك، التوقيت متاع أعوان النظافة اللي لحقيقة نوجه لهم تحية كبيرة 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 برشا، هما زادة من الجنود اللي قاعدين يخدموا خلال عطلة عيد الإضحى المبارك. هذاك علاش ضيفنا بالنسبة لليوم شيكون سيانيس بوعافية، هو رئيس مصلحة النظافة ببلدية القيروان. سيانيس صباح النور ومرحبا، إن شاء الله عيدك مبروك يا سيدي. صباح الورد صباح الفل، إن شاء الله عيدكم مبروك جميع العاملين بإذاعة الحياة فهم، وعيد مبروك لجميع متساكني بلدية القيروان والجمهورية التونسية الكل، ونعيد بصفة خاصة للفرق العاملة المخصصة لرفع الفضلات بجميع البلديات وعلى رأسهم بلدية القيروان. إن شاء الله الحقيقة. شوف هو احنا نكرم الناس ونسلط الضوء على الناس اللي تخدم خلال المناسبات والأعياد، وهما من ضمن الجنود اللي باش يتجندوا اليوم واللي يخدموا اللي متعودين بهم الحقيقة في مختلف المناسبات. أنا البارح الحقيقة ريت عدد كبير من عملة النظافة اللي قاعدين ينظفوا في الأماكن اللي كانت خصصت للانتصاب لبيع الأضاحي البارح الآخر وقت في الليل، وهما يخدموا الحقيقة نوجه لهم تحية كبيرة برشا. هذاك على السيانيس من خلالك انت ونستغلوا حضورك معنا زادة بالنسبة لليوم ونأخذوا فكرة على المواعيد التوقيت بالنسبة لأعوان وعملة النظافة ببلدية القيروان اليوم كيفاش باش يكون العمل متاعهم. يعطيك الصحة، هو كما كل عيد كل سنة عنا برنامج نحضروه قبل بيامات من العيد للإعلام. احنا عنا 4 مقاولين مشاركين في عملية رفع الفضلات مع بلدية القيروان، متعاقدين مع بلدية القيروان بمختلف الأحياء متاع المدينة. طلبنا منهم الكل قبل أسبوع باش يمدونا بالبرامج التدخل متاعهم والتوقيت كل شيء. نسقنا مع بعضنا الناس الكل باش يكون الانطلاق بحول الله، نتجمعوا الناس الكل 10 متاع الصباح، الانطلاق باش يكون على الساعة 11 صباحا. أيوة. باش يكون التدخل في جميع الأحياء. بالطبيعة معناها الملاحظة نسوقوها للأخرين الكل والمتساكنين الكل، راهو ربما باش يكون فما شوية تأخير على التوقيت العادي اللي تمر فيه المعدات لعدة ظروف، معناها كمية الفضلات اللي باش تكون موجودة، كمية معناها حجم التدخلات، التوقيت اللي يتغير في بقعة باش نكونوا نخرجوا 6 ولا 5 متاع الصباح تو شويه نخرجوا 11 متاع النهار. معناها اللي نطلبه من المتساكنين اللي عنده فضلات ماذا بينا يخرجها بعد 11 متاع النهار، بحاول الله يلقى الجنود حاضرة. أيوة. يلقى المعدات حاضرة. نطلبوا زادة من المتساكنين بكل لطف أكل الفضلات اللي نسميوها نحن الفرد وكل شيء يبدأ في أكياس محكمة الغلق، الجلود زادة كيف كيف وحدها ما ظلتش مخلطة. وبحول الله إن شاء الله اليوم نحاولوا باش نعملوا ريكور وباش ننظفوا المدينة بتاعنا. التدخل باش يكون على طريق زوز فرق. الفريق الأول كما قلنا يتدخلوا الأحداث متاع الصباح حتى تقريبا 5 متاع العشية. أيوة. والفريق الثاني مباشرة من 5 متاع العشية حتى الماضي ساعتين متاع الليل. يعني اليوم الماضي ساعتين متاع الليل أعوان وعملة النظافة باش يكونوا موجودين في مختلف أحياء مدينة القيروان. موجودين بحول الله، موجودين حاضرين بالعدد الكافي بالمعدات اللي حاضرة كما قلنا. راهو معناها أكيد 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 باش يكون فما شوية تأخير في التدخل، ما نقلقوش، ما نحاولوش نعملوا مصبات عشوائية. كل واحد يحط معناها الفضلات نتاعو بحول الله بحذا داره، أكيد رانا نتعداولها ما نخليوهاش. إن شاء الله مش يكون التدخل في جميع أحياء مدينة القيروان. إضافة إلى ذلك عنا برنامج حتى إن شاء الله في مناطق التوسع اللي هما دائرة الباطن دائرة المتبسطة، إن شاء الله باش يكون زاد فيهم تدخل على غرار أحياء مدينة القيروان. واضح. يعطيك صحة سيانيس الحقيقة، نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك، نواجه تحية من خلالك أنت لكل أعوان النظافة على مستوى ولاية القيروان وفي مختلف مناطق الجمهورية. لكن المعلومة اللي لازمنا نعطيها للناس أنه أبرتير من الأحداث نجموا يخرجوا لبوبيل متاحهم قدام ديارهم.
أكيد بعد الأحداث ما معناها يلقاونا بحول الله حاضرين مجندين غدوة الحي باش يتواصل العمل ما فماش معناها راحة بنفس الفرق اللي كنت نحكي معناها نحكي عليهم ولكن التوقيت بس يرجع عادي اللي كنا قبل العيد معناها الانطلاقة يرجع سير العمل العادي أبارتير من غدوة إن شاء الله بداية من السادسة صباحا تلقانا متجندين في جميع الأحياء كما نعرفوا معناها الفضلات متاع العيد الأضحى خاصة راهي معناها ما هيش متاع نهار ولا سنين معناها تتواصل حتى ثلاثة أربع أيام باش نجم نرجعوا الوضع إلى ما كان عليه ربما خير احنا متجندين خصصنا المعدات اللازمة سواء كانت اللي باش ندخلوا بها من خلال منظومة باب معناها الأحياء أو من خلال المعدات الفقيرة اللي هي زادة حاضرة باش تخدم على حصتين اليوم حصة صباحية وحصة مسائية حتى لعقب الليل متجندين ونسقنا زادة مع باش نكونوا على علم معناها مع المصبات اللي موجودة في المدينة على غرار مصب الباطن المراقب وعلى غرار مراكز التحويل ولهنا يلزمنا نشكروا زادة الوكالة الوطنية للتصرف النفايات اللي عاونتنا ووفرت لنا زادة الحاويات وين باش نجمعوا الفضلات توقيت زادة متاع المصب مشاب على توقيت متاعنا نحن وعلى ذمتنا إن شاء الله ما يصير لنا حتى إشكال نحيوا الناس الكل نحيوا الجنود الكل نعيدوا عليهم الناس الكل كلمة طيبة نسيسوهم بشوية بشوية بحول الله بحول الله ما يتم كان الخير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله احنا حاضرين ومتجندين على مدى آخر الأسبوع بحول الله ما عندناش راحة واضح يعطيكم الصحة يا سيدي نشكروك سي أنيس أبو عافي على كل هذه المعطيات مرة أخرى نقولك إن شاء الله عيدك مبروك ليك ولكل أعوان النظافة في بلدية القيروان مشكور أنيس أبو عافية رئيس مصلحة النظافة في بلدية القيروان نذكركم بالنسبة للمواعيد فإنه انطلاقا من 11 متاع الصباح ينطلق سير العمل بالنسبة لأعوان النظافة إلى غاية مضي ساعتين متاع الليل وغدوة يرجع سير العمل العادي بالنسبة لأعوان النظافة دونك ابارتير من 11 نجمو تخرجوا لي بوبيل نتاعكم قدام دياركم وبربي جوست نيدي للناس تسمع فينا كي تعداو الاعوان والجنود نتاع البلديه ما يصيرش كلمه باهي كيف ما كان يقول سي انيس وما فيها باهي زاد صحيح مشوي على خاطر هما كومي مخلين عائلاتهم وصغارهم وخارجين قاعدين يخدموا ويعاونوا باش ما يصيرش تراكم نتاع الاوساخ والكل دونك ما فيها باهي زاد نفرحوا بهم هما ان شاء الله عيدهم وعيدنا مبروك وربي يفضلهم لينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي هي كيفاش سيدي تعاد نهار العيد صبحيه العيد صبحيه العيد اي خويا احنا على بكري نبداو كل شيء 7 متاع الصباح الوالد يبدا يفيق فينا الناس الكل انا حسام على فكره مازال ما بديناش انت خويا باش تحكي لنا اي انا كيفاش قلت لي تبانك شوقنا مافا انت لا حرج علي لا حرج علي هو في العاده احنا صرنا حميده عنا في 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 العائله انه الدار نتاع نتاع الكبير العيله ديما تبدا مليانه معناها ديما نلموا اكبر عدد ممكن من العائله نتلموا في الدار هذاك الهدف هو هذاك الهدف هو سيد الرحم وعز عزه في اللمه هي بيان سور انا اليوم خويا لا حرج علي بما انه عندي اصابه سي حمزه يا خويا خويا فهمناها لا حرج ربي تحيه كبيره للوالد بتاعك شديتهم ابارامون رجتهم في الدار يقولوا له اليوم يقولوا له وزك الكرسي يقول له مضروب مضروب هذه صبعي مضروب مضروب اليوم مضروب الكلمه مش عامل له كالزعيم على الامام مش يعمل صباعي يعمل فاسمه كبيره ويهز صبعك يعيط صباعي صباعي اللي يدخل نقول له انا مضروب وقول ان شاء الله لاباس راني مضروب كاو خويا خليت توا العائله بداوا يحضروا في المشوى و ما نقولكش على صحن المشي ما نقولكش على صحن المشي على خاطر انا ديجا ما خلطتش ان شاء الله الوالده هكا ان شاء الله ديما ملمومين طبعا حد من الاولاد يوصل لنا صحن المشي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وجه لهم تحيه كبيره برشا العائله الكل هذه هي لما العيد هذه اجواء العيد الحقيقه سله الرحم خاصه انت قلت كلمه تريز امبورتون بالنسبه لي انا كونه وحكينا فيها حمزه بكري راهو الاهم من هذا الكل راهو العيد عنده ابعاد اخرى راهو هز التليفون وكلم قل له ان شاء الله عيدك مبروك ولا قل لها ان شاء الله عيدك مبروك راهي ماشي نقص منك حتى شيء بل بالعكس باش تزيدك برشا حاجات باش تزيدك اجر باش تقرب